مراسلنا مشرق المنصور سيطلعنا على آخر التطورات هناك في أربيل. أهلا بك مشرق، ما هي الأوضاع لديك الآن في أربيل، وهل لديك معلومات عن التحقيقات التي تقوم بها قوات الأمن الكردية بخصوص حادثة أو قصف المطار؟ نعم، مساء الخير على مشاهدي يو تي في وكادر يو تي في. الأجواء هنا والحياة الطبيعية في أربيل بعد هذه الهجمة يوم أمس، ليلة أمس، الحياة الطبيعية وهادئة، لكن ما لمسناه أن هناك استياء شعبي لجهة توقيت هذه الضربة، من حيث أنها تمثل انتهاكا لحرمة شهر رمضان. على مستوى التحقيقات، الجهات المعنية، الجهات الأمنية في إقليم كردستان، أعلنت كما ذكر التقرير قبل قليل أن طائرة مسيرة مزودة بتي أن تي هي التي استهدفت قوات التحالف الدولي في مطار أربيل، وأن لا ضحايا في الأرواح ولكن ضحايا مادية فقط وليست بالمستوى الكبير. التحقيقات لا زالت مستمرة هنا. نعم. التحقيقات مستمرة لمعرفة مصدر واتجاه ومن أين جاءت هذه الطائرة المسيرة، بمعنى أن التحقيقات لم تنتهي بعد. هناك إدانة دولية لهذه الهجمات، وإدانة أممية أيضا من قبل الأمم المتحدة لهذه الهجمات، وكما ذكرت هناك استياء شعبي من تكرار هذه الهجمات، خصوصا أنها جاءت في مثل هذا الوقت في شهر رمضان. نعم، مراسلنا مشرق المنصور كنت معنا من أربيل، شكرا جزيلا لك.